باشمهندس نصر، اولا مبروك على المئويه والاحتفاليه الجميله ديت، وعايزين بس الاول بدايه نعرف منين جت فكره ان هو يبقى ماتش مئويه خارج مصر. احنا قلنا انها حاجه جديده، ولكن منين اساسا جت الفكره ان هو نحتفل بالليبيا تحديدا؟ يعني هو النادي الاسماعيلي عشان ما كانش نشاطه او علاقاته يعني داخل مصر بس، لكن النادي الاسماعيلي يعني اسرى الكره العربيه كتير جدا. احنا مدربين كتير جدا من النادي الاسماعيلي هم اشتغلوا في ليبيا. احنا عندنا كابتن شحت الله يرحمه هو اللي اسس الكوره في الامارات. عندنا ناس اشتغلت في الكويت كتير جدا، الاسماعيلي كان مؤثر على مستوى الدول العربيه، فقلنا ليه احنا ما نقباش مجال الاحتفاليه بتاعنا يعني يتسع ويقبى على مستوى الدول العربيه. فاخترنا ليبيا لان كان اول معسكر يعني خارجي يعمله نادي الاسماعيلي بره مصر كان في ليبيا هنا وبنغازي تحديدا. بنفكر ان احنا يعني بنتم الاعداد حاليا لمباريات ثانيه في دول ثانيه عربيه باذن الله، بخلاف المباريات اللي هتتعمل في مصر اللي هي هتكون يعني الشكل النهائي بتاع الاحتفاليه بتاعتنا يعني باذن الله. في مصر عندنا مجموعه احتفالات تتعمل يعني حاجات كثيره جدا هتبقى يعني تنظم خلال الاحتفاليه بتاعتنا بتاعت المسابقه. انا قلت لك ان احنا اول معسكر عملناه هنا في بني غازي. في فرق في بني غازي، في الهلال بني غازي، ما في الهلال، وفي احنا كنا عملنا هنا بني غازي. ولان احنا لعبنا مع نادي اهلي بني غازي ده حوالي 6 مباريات يعني على مدى تاريخنا مع بعض وبلد انت، وكان في بطولات وديه اشترك فيها نادي اهلي بني غازي. وكنا بنلعب مع منتخب حاجه اسمها منتخب دارنا هنا يعني، عشان كده يعني اخترنا نادي اهلي بني غازي. باشمهندس نصر، زمان اولا كان في اليوبيل الذهبي الاسماعيلي لاعب اينتراخت فرانكفورت. فعندي هنا سؤالين، اولا هل الفريق المباراه الكبرى اللي هي بنقرر اقامتها في القاهره هتكون مع فريق عالمي على نفس على غرار اليوبيل الذهبي؟ ثانيا ايضا في زمان كنا بنشوف مباريات بيشترك فيها الاسماعيلي مثلا مع المصري كفريق خط القناه، او الاسماعيلي مع الاهلي والزمالك في فريق واحد ضد فريق اخر، فهل فعاليات من مثل هذه مطروحه للتكرار في مئويه نادي الاسماعيلي؟ مؤكد طبعا، يعني احنا فكرنا طبعا في انتراخت فرانكفورت اللي احنا لعبنا معاه قبل كده، احنا بنستعيد التاريخ كله بس عشان تبقى ده من ضمن الانديه اللي فكرنا فيها. بس النادي الاسماعيلي لعب مع انديه اوروبيه كثيره جدا حوالي 16 نادي، يعني احنا بنفكر ان احنا نجيب نادي يعني يكون ليه نفس التاريخ النادي الاسماعيلي، نادي عريق في اوروبا. ده هنعمله. المباريات اللي هيلعبها النادي الاسماعيلي هيبقى النادي او الفريق مطعم بلاعبين من الانديه الشقيقه زي الاهلي والزمالك والمصري، يعني كل ده معمول في الحسبان. يعني انت لمست حاجه احنا فعلا مفكرين فيها وهنعملها باذن الله. الاولويه الاولى انتقال عبد الرحمن مجدي الاهلي بني غازي، اولويه ما فيش اي عروض لعبد الرحمن مجدي دلوقتي. لو تم مثلا في السنه كان في اولويه وما تمتش، كان في يناير وما ناس صرفوه ما تمتش الاتفاقيه. لو اعيد مساله ثانيه هنفكر فيها يعني، بالك مساله ما حدش يعرفها يعني، بالك انت، لان دي بتتوقف على الرؤيه الفنيه للاجهزه الفنيه في كلا الناديين. مش اكيد طبعا التوائم ممكن تكون بالتالي الاول فرصه الاولى لا، التوائم ما فيهاش اي حاجه اولويه في بيع اللاعبين، بالك انت، لكن الاشتراك في ملفات كتيره جدا، منها التسويق ومنها قطاع الناشئين ومنها تبادل الخبرات الفنيه والتدريبيه، كل الحاجات ديت موجوده في الاتفاقيه. شكرا جزيلا لسعة صدر حضرتك، وان شاء الله تبقى مئوية موفقة ليكم، وعام سعيد ايضا عليكم. عام سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية يعني. شكرا جزيلا.